يا مساء العزة والنصر والكرامة يعني آخر فقرة في حلقتنا الليلة ختامها مسك وختام اليوم يوم السادس من أكتوبر ختام مشرف مع أحد أهم أبطال حرب أكتوبر وأسطورة حية بتمشي على الأرض منورنا في الاستوديو النهاردة بطل المجموعة 39 قتال صعقة و أحد أبطال معركة رأس العش واللي كرمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوه التثقيفيه 38 للقوات المسلحه بمناسبه مرور 50 سنه على نصر اكتوبر هو اللواء محي نوح بطل المجموعه 39 قتال سياده اللواء مشرفنا ومنورنا ويعني كل سنه وحضرتك طيب كل سنه وحضرتك طيب استاذ يوسف انا سعيد ان انا معاكم النهارده وبقول للشعب المصري كله كل سنه هم طيبين وأقول للقوات المسلحه العظيمه الباسله كل سنه وهم طيب طيبين بمناسبه نيوبير الذهبي لانتصارات اكتوبر العظيم كل سنه وحضرتك طيب ومجموعه 39 صاقة دي يعني تخوف يعني اللي كانت تخوف دلوقتي ما زالت الصاعقه حتى بابطالها في سينا الصاعقه الصاعقه يعني ما زالت النهارده حتى حتى نفس الكتيبه الـ حتى الـ نفس الكتيبه 103 103 اه اللي احنا ماسسينها، احنا اسسنا الكتيبة 103 دي في سنة في شهر 2 سنة 64 يعني من بداية 63 64 اسسنا هذه الكتيبة وطلعنا بيها رحنا بيها اليمن واشتغلنا في اليمن م. في جبال اليمن وفي سهول اليمن وفي مناطق الوعرة العظيمة اللي في اليمن انا استفدت منها جدا لأن تدربت أنا في بداية حياتي كنت مدرس مدرسة صاقة طلعت من مدرسة ساقة على الكتيبة دي م. فطبعا التدريب العملي الخارجي غير التدريب في مدرسه مدرسه ساق فطلعت بقى التدريب عملي بقى فوق الجبال جبال رهيبه مم. عاليه جدا مناطق مناطق واسعه مم. جدا مناطق مم. مبنيه مناطق صحراويه فكان الصوره دي الصوره دي حضرتك تفتكرها معانا دي مع اه دي أوه. دي الصوره دي مع السيد الرئيس جمال عبد الناصر لما عملنا عمليه رائع في لسان التمساح عملنا عمليه اغاره لسان التمساح لما استشهد الشهيد البطل عم رياض اللي هو رئيس اركان حرب القوات المسلحه استشهد يوم تسعة مارس سنه 69 دي في اليمن على فكره اللي انا نايم على السرير ده لو كنت اصبت في اليمن اه وترقيت سنائي في اليمن فدي الصوره أوه. دي من حتى أوه. تلاقي ريكوردر اللي هو القديم ايوه, <applause> أيوة. موجود لو بعد بعد كل اصابه حضرتك انا اصبت أربع, أربع, أيوة. اربع مرات اربع مرات ايوه اربع مرات ولسه في شظايا موجوده آه هنا وانا آه. سعيد انها موجوده سعيد ان موجوده انها موجوده يعني بتذكرني دايما في الحرب بتذكرني آه. بالانتصارات دول استمرأة. دول ابطالنا طيب دول الأبطال اللي موجودين دول آه. ابطال المجموعه 39 موجود في المنتصف الشهيد البطل ابراهيم الرفاعي انا جنبه في آه. الشمال واحمد رجائي جنبه والمجموعه بقى الموجوده كلها من الابطال اللي استشهد منهم استشهد واللي توفى منهم توفى الباقي ربنا يديه الصحه يا, آه يا آه رب, رب ويد يعني ويد يا ويد رب ويدي ويدي سيادتك الصحه آه. المجموعه 39 بعد 67 مباشره ايام وكنت امام اختبار حقيقي لرد الثقه تاني في 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 صفوف الجيش وفي الشعب المصري لا هو بعد الهزيمه على آه. طول بدانا في بناء القوات المسلحه آه. فبدانا في طبعا الرئيس جمال عبد الناصر لما تنحى في يوم 9 يونيو فطلع الشعب المصري كله يعودوا يعني ايه يعني يعني رافض التنحي رافض التنحي ويقعد تاني فجه لما جه دي احدى العمليات احنا كنا بنستعد لاحدى العمليات معانا ابراهيم الرفاعي في الخلف وانا قاعد قدامه والمجموعه اسلام توفيق و احمد رجاء عطيه والمجموعه ودي صوره ليا في الاهرام في الصفحه الاولى م. في الاهرام لما اصبت في المعركه بتاعه لسان التمساح لما ظن م. الرئيس جمال عبد الناصر في مستشفى المعادي نرجع لمعركه راس العش اه دي اللي احنا آه. كنا فيها امبارح طبعا هي الاساس آه. آه. لانها هي بدايه آه. دي مع الرئيس انور السادات آه. ولما جه اول وحده يزورها بعد ما تولى الحكم هي المجموعه م. 39 وانا بادي له التحيه وبسلم عليه الرئيس الله محمد يعني الذكريات اه راس العش راس العش انا بقول ان بعد ما بدانا في بناء القوات المسلحه آه طبعا اتغيرت القيادات كلها اللي كانت م. موجوده جه فريق آه محمد فوزي وده راجل صارم ومنضبط جه الفريق عمان آه عم رياض وده راجل على مستوى عالي م. من الفكر وتغيرت القيادات وبدا الناس النهارده يبقى عندها عقيده اخرى راسخه يا هذه العقيده حاجه من يا النصر يا الشهاده خلاص ما عادش في حاجه في هذا التوقيت ما فيش حاجه تانية إيه لابد عشان نسترد ارضنا لابد ان يكون الروح المعنويه مرتفعه جدا ويكون ايه يا النصر يا الشهاده لما إيه راحوا احتلوا الانطره م. كان يوم 7 8 الاسرائيليين احتلوا الانطره كنت انا في معركه اسمها معركه جلبانه وكان لها تاثير كبير وقفيتهم 24 ساعه لما احتلوا القنطره فطلع 13 دبابه ومعاهم مركبات دبابات وعربات نص جنزير عشان تحتل ايه دي كانت المنطقه الوحيده التي لم تحتل في سنه 67 فهم ماشيين عشان يمشي في الطريق يمشي في خط واحد شماله في قناه السويس يمينه في ملحات فلا بد ان يمشي في خط واحد عدت فصيله من الكتيبه 43 ساقه هذه الفصيله معاها 8 ار بي جي 7 كان جي ار بي جي 7 قوي فمعاها 8 ار بي جي 7 معاها مدفع المكنه معاها مدفع ب 10 وكانت 28 فرق من دول كانوا من الكتيبه 43 ساقه اللي كان بيقودها في هذا الوقت الرئيس سيد شرقاوي وكان معاه معتز الشرقاوي كان معاه مجموعه من المقاتلين وكان يقود هذه الفصيله برضو لازم اذكرهم كلهم, كلهم النهارده فتحي عبد الله الشادي الجزار وحسن سلامه اللي كان بيتكرم معايا ام امبارح معانا في... امبارح اه أو مقاتل حسني مقاتل على مستوى عالي من الكفاءه واثبت كفاءه في هذه المعركه وطبعا من الكتيبه الثانيه 103 كان منها بقى انا في الضفه الغربيه وكان فيها خليل جمعه خليل وكان فيها ابو هاب الزهيري وكان فيه بقى من الهون نادر عبد الله وكان في كتيبة 103 دورها لسه موجود لسه موجودة حتى الآن بتحارب في سيناء اعتقد اللي منها المنسي ومنها آه شهيد ومنها رامي حسنيل ومنها عاصم عصام ثلاث قادة من 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 هذه الكتيبة استشهدوا في سيناء دفاعا عن مصر ودفاعا عن تراب مصر راح الله شهداء كثير هذه الكتيبة قبل ما اطلع لفاصل بيت حضرتك نياشين فيه عاملة ازاي؟ لا يعني عندي نياشين كتير متحف تقريبا اه الحمد لله فيه. الحمد لله, آه لله عندي هنجيبها هنجيبها حالا عندي, عندي آه, الحمد آه, عمر آه, اه الحمد لله اه زميلي عمرو هيجيبها حالا دلوقتي اه الحمد لله في اه اه. دي مجموعه من النياشين اه اللي انا اخذتها خلال فتره اللي يعني فتره الحرب وكانت دي حاجه اهم اهم اربع ناشين بقى ايوه اربع الاصابات اللي عندي الاصابات اللي عندي اللي هم انا كرمت من رئيس جمال عبد الناصر كرمت من رئيس انور السادات كرمت من المشير طنطاوي واخيرا يعني خاتمتها خاتميتها مسك ورائع ودي انا مع ابطال فيلم الممر أوه. انا في النص جنبي شريف عرفه جنبي ابطال فيلم الممر كلهم في بقى احمد صلاح حسني محمد جمعة هنرجع عشان كده بقى هنروح لفاصل ونرجع نتكلم عن القصة اللي داخل فيلم الممر اللي لسه شايفينه من شوية صغيرين وارتباطها بيه اللي هو محي نوح وتكريمه من السيد الرئيس هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضركم تاني صب العديد من المشروعات القومية لصالح جهود التنمية في سيناء سواء من خلال التنميه العمرانيه او على الصعيد الاقتصادي من خلال مشروع قناه السويس الجديد وما يرتبط به من مشروعات لتنميه منطقه قناه السويس بالاضافه لشبكه الطرق القوميه ومشروعات التنميه في مجالات التعدين والزراعه وتنميه الثروه السمكيه تظل مصر بشعبها العظيم عزيزه ابيه مصدر فخر لابنائها ويدعون لامتها العربيه تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر اهلا بحضراتكم من جديد ومستمرين في لقائنا المهم مع احد اهم ابطال حرب اكتوبر بطل مجموعه 39 قتال اللواء محي نوح برحب عليك مره تانية يا سياده اللواء اهلا وسهلا قبل الفاصل كنا اتكلمنا عن المشهد المعروف في فيلم الممر مشهد الفنان احمد عز في السنترال سنترال المنصوره سريعا كده سريعا أوه. كده انا انا كنت في راس العيش ونازل اجازه في المنصوره رحت المنصوره عاوز اتصل بوحدتي دخلت سنترال سنترال كبير جدا عباره عن بنش وبعدين سكواد زمان اه زمان ما كانش في وزاره اتصال فدخلت على الراجل اللي على البتاع قلت له والله انا اطلب لي المنصوره قطعت التيكيت وقعدت استنيت ما جاتش رحت له تاني ما جاتش رحت له ثالث قلت له اقول له انا ظابط فقلت له انا ظابط وحدتي في بورسعيد وعاوز اطمن عليا اطمن عليا فقال لي ظابط ايه وكلمه ثانيه فلما قال لي كده فانا شيلته كده فلما شيلته اللي جنبي قال لي بورسعيد في الكابينه رقم كذا سبته <applause> ودخلت اتكلم في الكابينه فلما طلعت لقيته بقى ظباط كذا اقبل اقبل يا ديان يسقط جمال عبد الله ومعاه مجموعه من الناس في البتاع ده فطبعا انا كظابط لا يمكن ارضى بهذا الكلام طبعًا. وانا لابس انا ما كنتش لابس الكاك مم. لكن انتمي الى المؤسسه مم. العسكريه فقلت لا مم. لا يمكن مم. يمر هذا الكلام قدام الناس حاجه يعني استفزني قدام الناس احترام الجندي او المقاتل للقائد ياخذنا للحظه التكريم اللي احنا شفناها اول امبارح الوفاء الوفاء ده فده فده يعني أنا, انا سعيد بيه جدا 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 واتمنى ان هو يكون موجود. أما طبعا. آه انا سعيد آه طبعًا. بهذا مم. التكريم جدا وما كنتش متوقعه على فكره اقسم بالله اقسم بالله ما كنت متوقعه ده هم بعتوه معقوله بعد التاريخ ده كله آه. ست اللي هو لا آه. لا آه. يعني انا بشوف انا بعمل اللي عليا ولا اسعى الى شيء. الوطن اهم آه. انا بعمل اللي عليا لبلدي وبحب ارض هذه البلد وبعشق هذه البلد. وانا من خير هذه البلد واستنشقت هواء هذه البلد وشربت من دين هذه البلد وتعلمت في المدارس بالمجاني في هذه البلد عايز ايه تاني؟ لابد ان تكون خادم لهذه البلد، لابد انك انت تعمل لمصلحه هذه البلد. بمناسبه التعليم ايه بالنسبة التعليم حضرتك اصلا تجاهك كان كان, طيب. كان طب كان طب جامعه الطيران مظبوط وشاءت الاقدار عشان الملاكمه وكان مم. موجود في التجارب بنعمل تجارب دوله المغرب كان موجود آه علي شفيق مدير مكتب المشير عبد عامر شافني فقال لي ايه ايه رايك م تدخل م ليه تدخل القوات المسلحه وانتقلت فعلا بعد ما خدت راي والدتي انتقلت الى القوات المسلحه آه يعني ونعمل انتقال بصراحه الحمد يعني لله ده انا كده الحمد لله على من جهز مشهد التكريم حضرتك سريعا كده لنا المحارب أيوة. لما بتنتهي الحرب وبيعود الى الحياه المدنيه او بتنتهي أيوة. خدمته العسكريه وبيعود إلى الحياة المدنيه أيوة. بيتعامل ازاي يعني بتفضل عايش على على ايه لا انا لما بقعد للحياه المدنيه آه, اه الحياه الذكريات دي موجوده على طول لان انا آه بقرا على طول ويعني بتابع و و ومطلع وبدي محاضرات سواء محاضرات بقى في الجامعات او محاضرات في القوات المسلحه او هنا وهنا أو فعندي على طول كنت حته متفوق اصلا آه يعني آه اول ما دخلت الصاعقه تفوقت بقيت معلم ما كنت آه معلم في ساقط طلعت الاول على فرقتي آه فانا اعتقد ان انا كنت بمارس هذا يعني في الحقيقه العمليه بصفه مستمره يعني بقرا كويس وبطالع كويس بتابع كل حاجه خاصه بقواتنا المسلحه بشوف المناورات اللي بتحصل بشوف الحاجات العظيمه الانشاءات العظيمه في القوات المسلحه فانا متابع كويس قوي للقوات المسلحه وبالتالي انا اشتغلت في الحياه المدنيه اشتغلت في الحياه المدنيه وكنت طبعا متميز في الحياه المدنيه اه بجديه القوات العسكريه اشتغلت في احدى شركات الاستثمار وكنت ناجح فيها جدا يعني كانت وانا بقى سعيد سعيد, سعيد بمسيره حياتي كلها الحمد لله واحنا يعني آه ربنا يبارك لك وبعدين يا رب بقول بقى لاولادنا بقى أيه نقول بقى في نختم حلقتنا آه بنصيحه او بنصايح من آه البطل بقول بقول الوحين. لاولادنا يا اولادنا أنتوا شفتوا ابائكم اجدادكم عملوا ايه خلال المرحله السابقه؟ دفعوا عن بلدهم وكنا في ازمات كثيره جدا انا بقول لكم حاولوا قدر الاستطاعة في اعمالكم خلي مصر قدامكم مصر قدامك, قدامك واشتغل على ان مصر هي كل حاجة بالنسبة لك اعمل وجد واجتهد واشتغل وانتج لان الانتاج هو اللي بيخلينا نتقدم احنا يعني النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشتغل 24 ساعة لابد صحيح. ان احنا ن ن ن ن يعني احنا كمان يعني نشتغل احنا بقى أوه. شباب بقى نقعد لا لابد م. ان احنا نشتغل برضه لو نشتغل 24 ساعة عشان بلدنا ونخلي بلدنا من البلاد المتفوقة المتقدمة آه وبعدين نعمل أبحاث الأبحاث العلمية أقول لشبابنا اشتغلوا آه في الأبحاث العلمية لأن دي مهمة جدا ودي بتوصلك إلى العالمية آه ابحث واشتغل وجد واجتهد عشان نحافظ على, على, الـ بلدك الـ الـ على حافظ على بلدنا حافظ على قواتك المسلحة وعلى الإنجاز اللي حافظ على قواتك المسلحة حافظ على قياداتك حافظ على يعني دايما وباستمرار حط مصر امامك في كل عمل بتعمله وبعدين نمشي شوف رئيس جمهوريتنا الرئيس عبد الفتاح السيسي نخلينا وراه ونسنده ونقف معاه خلال المرحله القادمه وراه بندعمه وبنسنده و انا 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 كان لي الشرف ان حضرتك موجود معايا النهارده وانا لي الشرف ان انا موجود إن أنا معك يوسف. يعني ان انا هقولها لاولادي ان لا ربنا انا قعدت مع احد اهم ابطال نصر اكتوبر المجيد بتاريخ العسكري الطويل ده ربنا يبارك فيك أنا, انا بشكر حضرتك جدا وانا بشكرك ونورت التاسعه ونورت التلفزيون المصري ومنورنا دايما وانا بشكرك جدا ربنا يبارك في صحه حضرتك ويديك الصحه ومتشكرين جدا شكرا جزيلا ليك بشكركم أه مشاهدينا والحلقه خلصت لكن حكاياتنا حكايات النصر لسه ما خلصتش ومش هتخلص تصبحوا على الف خير وكل سنه وحضراتكم طيبين